تصلب ديال الشرايين عند الناس اللي كتعاني من مجموعه من المشاكل الصحيه، خصوصا الامراض المزمنه كالضغط السكري، ارتفاع نسبه الكوليسترول في الدم، الناس اللي عندهم واحد الوزن كيكون مرتفع، الناس اللي كتدخن واحد الكميات كبيره من السجائر اللي كتستهلك الكحول وما كيقوموش بواحد المجهود بدني، ما كيديروش الرياضه. هادو الناس اللي كتقدر تعرض كما قلنا للامراض المزمنه، وهذه الامراض المزمنه اللي كينتج عليها المضاعفات اللي هي الاتيروسكليروز او لا تصلب الشرايين. تصلب الشرايين بحال كيكون عندنا العرق كيبدا كيضيق، وكيضيق نتيجه شنو؟ نتيجه مثلا تراكم ديال الكثير من الطبقات وسورتو ديال الكوليسترول. الانواع اللي كتكون خايبه بحال هو ال دي ال كوليسترول، الانواع اللي كتحمي لنا الذات ديالنا من خطر ديال الكوليسترول هي الاش دي ال، وهادو هما الناقلات ديال الكوليسترول داخل الدم من الكبد للاعضاء ديال الذات. الاش دي ال بحال نقولوا واحد النقل اللي ما كيرتكب عليه حتى شي مشاكل، ال دي ال النسبه ديالو كتكون بحال كيكون عنده لو بوا ثقيل، دغيا كيقدر يترسب لنا في العروق وكيبدا يشكل لنا واحد الطبقات اللي كنسموها الاتيروسكليروز. كينتج عليها تراكم ديال العديد من الصفائح واللي كيديروا لنا الخطر ديالاش ديال الجلطه. هاد الجلطه الا كانت مثلا سدت لنا واحد العرق كيبانوا عندنا مضاعفات في المنطقه ديال العرق فين مسدود، مثلا الام، مشكل ديال الدوره الدمويه، العضو اللي ما كيوقعش وصل ليه الدم كيولي مثلا كيبرد، مثلا لا تسد العرق في الفخذ ما غيبقاش يوصل الدم والاكسجين والتغذيه للرجل، الرجل غتولي تبان لنا صفراء بارده، يعني خصنا نسرحوا هذاك العرق في اقرب وقت ممكن باش يقدر يوصل الاكسجين والتغذيه للرجل، ما نوصلوش لمرحله البتر ديال الرجل. اولا مثلا ديك الجلطه اللي تكونت مشات من داك العرق فين تكونت النوبه الاولى وغادا تنتقل لنا للشرايين مثلا التاجيه، غتسدو لنا غادي لنا انفاركتوس، اولا غادا تمشي لنا للعروق اللي كيربطوا القلب بالرئه وغادي لنا اونبولي بيلمونير، اولا غادي لنا واحد جلطه على مستوى الدماغ اللي غيظهروا عليها مشاكل اخرى. دونك كيفاش يمكننا نحميو نفوسنا؟ يمكننا نحميو نفوسنا من هاد المشاكل ديال تصلب الشرايين، ان الانسان اللي عرف عنده مشكل ديال الامراض المزمنه وكيدخن خصو يقلع على التدخين وعلى الاخذ ديال الكحول، الا ما كانش كيمارس الرياضه وكيعاني من واحد الوزن كبير خصو يحافظ على الوزن ديالو ويرجع لا نورمال، يمشي يستشر مع الطبيب ديالو ويستشر مع اخصائي في التغذيه، ما يبقاش متبع نفس الحميه الغذائيه من كان عنده ما عنده حتى شي مشكل، خصو يتبع واحد الحميه الغذائيه اللي متوازنه، يتبع مع اخصائي في المجال ديال الا بداو كيظهروا عنده العلامات ديال المشاكل على مستوى الشرايين يمشي يتبع مع اخصائي في الشرايين باش كما كنقولوا ما يطيحش في الخطر ديال المضاعفات. الا مشى تطيح في الخطر ديال المضاعفات وتصب شلل نصفي شنو يمكن لينا نديروا لهذا المريض؟ يعني غنبقاو في العلاجات انه ما يتعرضش لمضاعفات اخرى، يعني الهدف ديالنا حنا هو انه ما يوصلش. حنا ما كنقولوش لهم هادشي باش نخلعوهم وندخلوا لهم الرعب ويبقاو يعيشوا الحياه ديالهم انهم ديما قدامهم واحد الخطر، كنقولوا لهم هادشي هذا باش يلتزموا مع الاطباء ديالهم ويحافظوا على الصحه ديالهم. بالنسبه للتغذيه ديالنا بالنسبه للناس اللي كيعانيو من مشكل ديال تصلب الشرايين، هي التغذيه اللي كتكون يعني خاليه من الدهنيات، اولا ماشي نقولوا كاع خاليه، فيها واحد النسبه قليله ديال الدهنيات، فيها واحد النسبه قليله ديال السكريات. الانسان خصو يبعد من الاستهلاك ديال مثلا الزبده الروميه، الى طيب المراه الى طيبات الطيب مثلا بزيت طبيعيه، زيت العود، زيت الزيتون، اولا زيت نوار الشمس، كتكون فيها واحد النسبة قليلة ديال الدهنيات. نتجنبوا اننا نستهلكوا الحليب والمشتقات الحليب اللي كتكون غنية بالدسم وبالسكريات، ناخذوهم ريجيم، نتبعدوا على الاستهلاك ديال السكريات، ديال الحلوى، ديال الشوكولا، ديال الكلاص، الامور اللي كتكون مصنوعة بالبيض، إذا استهلكنا البيض نستهلكوه بواحد النسبة قليلة ديال واحد جوج بيضات في الأسبوع، نتبعدوا على المقليات مثلا الحوت مقلي، اللحم مثلا ميدام، الدجاج اللي كلينا الدجاج البيض ناكلو غير الصدر ديالو، مازال الدجاج البلدي، الامور كتكون عاديه. نستهلكو
الخضار والفواكه بواحد النسبه عاديه، ومثلا الناس اللي كتكون عندهم ديك لابيتي ديما محلوله كنصحهم انهم في عود ما يمشيو يقلبوا على السكريات باش يلبيو الحاجيات ديالهم ويسدوا داك الجوع، يمشيو ياكلوا الخضار الكريديتي باش يسدوا الشهي ديالهم ويعطيو لو كور لو بيزوان ديالهم، او ميم طون الخطر ديال انه يكون ارتفاع ديال نسبه السكر وديال الدهنيات كيكون قليل. وتا شي حاجه من هادشي هذا ما كتعوض الرياضه، الرياضه اللي كتبقى واحد الفاكتور مهم اننا نحرقوا هاد الفائض اللي كيكون ديال السكريات والدهنيات. الانسان خصو يمارس الرياضه واحد ثلاثه مرات في الاسبوع وحتى لاربعه المرات في الاسبوع، واحد الساعه ديال المكانه. الانسان اللي قدر يدير لا مارش على الاقل شي بالنسبه للناس اللي كتكون الصحه ديالهم ضعيفه، ولا بالنسبه للانسان اللي كيكون صحته مزيانه يمشي يدير واحد دو كلوب باش يكون كيمارس رياضه في واحد الاطار سيمي بروفيسيونيل. كنصح الناس اللي كيعانيوا من هذا المشكل ديال الامراض المزمنه والتصلب ديال الشرايين انهم يشربوا الماء بكثره باش تكون نسبه اللزوجه ديال الدم ديما قليله وما يتعرضوش للخطر ديال الجلطه.